معلومات للأشخاص في مراكز الاستقبال الأولية. إذا حصلت في الخارج على تأهيل مهني مثل شهادة تدريب تعليمي أو شهادة دراسية، فيمكنك أن تحاول في أي وقت أن يتم الاعتراف بها في ألمانيا. وهذا سيسهل عليك الدخول إلى سوق العمل بشكل كبير. يمكنك أن تحصل على المعلومات بهذا الخصوص من قبل مكتب استشاري للاعتراف بالشهادات. إذا كانت لديك أسئلة وبحاجة إلى مساعدة، نحن نقدم لك المساعدة والدعم. من خلال الموقع الإلكتروني المسجل بالأسفل يمكنك إيجاد مساعدة ضمن منطقتك.